إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن هل يوجد علاج لثقب غشاء البكارة؟ عندما ينثقب غشاء البكارة هل يوجد علاج لهذا الثقب؟ طبعا لا يوجد علاج لهذا الثقب، والحل الوحيد هو إعادة ترميم الغشاء البكارة والبلوغ المبكر للطفلة. أيضا أغلب البنات حاليا يعملون عملية اسمها إعادة ترميم الغشاء، وهي مشهورة جدا وتكلفتها تقريبا لا يقل عن $200. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.